بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي الزهراء المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. أحباء المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام مع هذه الحلقة الخاصة حول الصوفية. ضيفي الكريم سماحة الشيخ محمود العداي، رئيس مركز الإمام المهدي الثقافي، حياكم الله سماحة الشيخ. حياك الله، أهلا وسهلا. أهلا مرحبا بكم. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. إن شاء الله راح نتحدث حول الصوفية إن شاء الله. محور الحديث سوف يكون حول نشأة الصوفية والطقوس التي تمارس من قبل الصوفية طبعا، والطرق الصوفية الرئيسية في العالم الإسلامي، والقواسم الرئيسية المشتركة حقيقة بين التصوف والتشيع أيضا، ونظرة الفكر الوهابي إلى التصوف. كل هذه الأمور سماحة الشيخ سوف نتحدث حولها إن شاء الله، بعد أن نطلع إن شاء الله إلى تقرير إن شاء الله مفصل حول الصوفية، ونرجع لكم إن شاء الله. أحبائي المشاهدين، ابقوا معنا وهذا التقرير. عادات وطقوس وتقاليد، حركات غريبة تكاد تكون مفهومة مرة وغير مفهومة مرات عدة، إيماءات باليد، حركات بالرؤوس، هي هذه طقوس تعود للحركة الصوفية. اليوم سنخوض غمارا في رحلة مع الحركة الصوفية. كيف نشأت؟ متى وأين؟ ما هي معتقداتها؟ ما هي أساساتها؟ كيف تنظر إلى الفرق الإسلامية؟ ما هو حكمها وموقفها من الشيعة والسنة وبقية الفرق؟ ما هو ارتباطها أو عدم ارتباطها بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ ما سر هذه التجمعات؟ على أي أساس أتت هذه الحركة بهذه الأفكار؟ ومن أين أتت بهذا التنظيم لهذه التجمعات البشرية؟ سنخوض غمارا مع الحركة الصوفية من الألف إلى الياء. حياكم الله أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، متواصلين معكم هذه الحلقة حول الصوفية. ضيفي الكريم سماحة الشيخ محمود العداي، حياكم الله سماحة الشيخ. حياك الله، بارك الله فيكم، يحفظك طول عمرك. أهلا مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على طبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله سماحة الشيخ، أنا مرحبا فيكم. الله يحفظك طول عمرك، بارك الله بكم، وشكرا لحضوركم سماحة الشيخ. حياك الله، الله يسلمك، الله طول عمرك. نتحدث سماحة الشيخ في السؤال الأول حول نشأة الصوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، هناك عدة أقوال حول نشأة الصوفية في العالم الإسلامي. القول الأول، كان هناك جماعة من الصحابة يسمون أهل الصفة، كانوا من الفقراء المعدمين، وكان النبي صلى الله عليه وآله يصرف عليهم وينفق عليهم من خلال النفقات الموجودة. نعم. وبعض الصحابة المشهورين كانوا أيضا يشاركون في هذا القول. القول الثاني، ويعتبر هو القول الأصح والأدق، نشأ الصوفية في خلال الدولة العباسية. نعم. وجود الدولة العباسية، هناك بعض الأشخاص ومن الذين درسوا العلوم الإسلامية ابتعدوا عن السياسة، حاولوا يبحثون عن الخلاص الفردي، ما يسمى بالفلسفة الهندية النيرفانا، الوصول إلى الخالق من خلال الورد الذي
هو ديدن الصوفية وهو عبارة عن الذكر. نعم. وعندهم مثلا الذكر الخفي والذكر العلني، يبحث كما ذكرنا عن راحة النفس، عن الطمأنينة، الابتعاد عن زخارف الحياة وبهرج الحياة، إلى أن يصل إلى الراحة الأبدية التي ينشدها من خلال الاتصال كما يقول بالله سبحانه وتعالى، ويصل إلى رضا الله. ولسان حالهم يستشهدون بقول الشاعر أبي فراس الحمداني عندما وترويه وتنشده رابع العدوي أحد المتصوفات عندما يقول: وليت الذي بيني وبينك عامرا، وبيني وبين العالمين خراب، إن صح منك الود فالكل هينا، وكل الذي بين التراب تراب. فالتصوف نشأ في الدولة العباسية، هذا ما يجمع عليه بأن التصوف هو وليد الدولة العباسية، نتيجة كما ذكرنا البحث عن الطمأنينة والراحة والخلاص من مشقة الحياة وآلام الحياة، والابتعاد عن الحروب وعن السلطة وعن كل ما يحاول أن يعرقل، يعني بما معنى بين قوسين الزهد كما يفهمونه المتصوفة. نعم 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 سماحة الشيخ، كثيرا حقيقة ما رأينا في الفضائيات الطقوس التي تمارس من قبل الصوفية. ما هي الطقوس التي تمارس من قبل الصوفية سماحة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الصوفية عندهم العديد من الطقوس، من هذه الطقوس الطقس الأساسي الذي يسمى بمجلس الذكر أو الحلقة. نعم. يقام في أيام معدودة من الأسبوع أو من السنة على هيئة احتفال. هذا الطقس يتم على الشكل التالي: يجلس شيخ الطريقة في الوسط في صدر المجلس مثلا، ثم يقرؤون تلاوة من القرآن الكريم، وهناك أوراد خاصة عبارة عن الورد الخفي الذي يلقنه الشيخ إلى الخاصة من الأتباع، والورد العام الذي يتمثل مثلا بلا إله إلا الله لفظة الجلالة، ويذكرون التوحيد وآيات من القرآن الكريم. والمكان المخصص لهذه الطقوس يسمى بمناطق الجزيرة السورية يسمى بالتكية. التكية. أما في مناطق حلب وريفها ودمشق فيسمى الزاوية، ولها يعني قدسية معينة لهذا المكان من خلال آثار الموجودة، آثار هذا الشيخ وآثار أجداده. وأيضا يتلو الشيخ بهذا المجلس السلسلة الذي يسميها سلسلة لهذه الطريقة، سواء كانت هذه الطريقة من الطرق المعروفة طريقة الرفاعية التي تتبع للسيد أحمد الرفاعي الموجود في منطقة البصرة في رواق أم عبيدة، أو للشيخ عبد القادر الجيلاني الموجود في بغداد. نعم. أو للشاه نقشبند الذي تنتمي إليه الطريقة النقشبندية وموجود لدينا في الجزيرة السورية، قاد لهذه الطريقة أسرة السيد الشيخ أحمد الخزنوي، وهي أسرة علمية عريقة معروفة عملت على حقيقة على إدراج العديد ومبايعة العديد من طلبة العلوم الشرعية وتدريس العلوم الشرعية، ودعمهم بالعلم والمعرفة لأجل أن يكونوا على مستوى من الأخلاق في المجتمع الإسلامي. أحسنتم، بارك الله بكم سماحة الشيخ، طيب الله أنفاسكم. نتحدث أيضا سماحة الشيخ حول الطرق الصوفية الرئيسية في العالم الإسلامي. كما جاوبنا في السؤال السابق، الطرق الرئيسية، الطريقة الأكثر انتشارا ومعرفة هي طريقة القادرية، طريقة القادرية، وسمعة وصيت هذا الشيخ يعني على مستوى العالم الإسلامي. نعم. طريقة قادرية تنتهج المذهب الحنبلي، لأنه قائد هذا الطريقة هو حنبلي، كان إمام الحنابلة في بغداد آنذاك في القرن الخامس الهجري. نعم. ثم الطريقة الرفاعية، الطريقة الرفاعية. نعم. وهناك أيضا كما قلنا الطريقة
النقشبندية، وهناك بعض الطرق التي تنتمي لهذه الطريقة أو تلك، أسر معينة، ولكن أصبحت هذه الأسر على نوع من الاستقلالية، من خلال يخرج شخص، يكون هذا الشخص على مستوى مثلا، يعني عندنا بالجزيرة يقال الشيخ عيسى، يقال الشيخ نامس، يقال أسعد الطفاحيين، يقال سادة العبونيين، يقال مثلا آل الحفار بحلب، يقال مثلا آل الشيخ عز الدين أبو حمرة في منطقة حماة وما حماة والمناطق هذه، وفي مناطق الشام هناك العديد مثل الشيخ أحمد حارون، الشيخ رسلان الدمشقي، العديد من المشايخ، الشيخ سعد الدين الجباوي، وهناك أيضا من عدة أيام زرنا أحد المشايخ من أخواننا الشيخ محي الدين، هو عبارة عن مشرف على مقام شيخ في منطقة قطنة يقال له الراعي، الشيخ الراعي، أيضا هو يعتبر من أعمدة الطريقة الرفاعية. بارك الله بكم سماحة الشيخ، طيب الله أنفاسكم. نأتي إلى سؤال جدا مهم سماحة الشيخ، وهو حقيقة القواسم الرئيسية المشتركة بين التصوف والتشيع. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك من يقول بأن الصوفية هم ولدوا من رحم التشيع، من خلال كثير ما سمعنا، كثير من القواسم المشتركة التي تربط التصوف بالتشيع. طبعا نحن نعتقد في مدرسة أهل البيت عليهم السلام بأن أهل البيت عليهم السلام لم يتركوا باب من أبواب العلم إلا كانوا هم الباب لذلك البيت. أنا مدينة العلم وعلي ينبابها. العرفان خرج منهم، الطيب خرج منهم، الكرامة خرجت منهم، الشجاعة خرجت منهم، السخاء خرج منهم. فأهل البيت عليهم السلام لم يدعوا مجال لأحد في كل أبواب الحياة إلا كانوا هم الأصل والقاعدة الأساسية لهذا المجال. التصوف من خلال عندما يقرأ الشيخ السلسلة التي تربطه برسول الله، إلا أن يمر من علي بن أبي طالب عليه السلام، إلا طريقة واحدة هي الطريقة النقشبندية، ترجع إلى أبي بكر ثم إلى رسول الله من خلال السلسلة الموجودة عندهم. الطرق البقية من رسول الله إلى علي بن أبي طالب هكذا هم يقولون، يعني في خلال السلسلة، ومن ثم إلى إما الحسن والحسين عليهم السلام عن طريق السلسلة، أو إلى مثلا الحسن البصري كما يتبع أغلب الصوفية، ومن ثم إلى رجالاتهم، إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني أو الشيخ أحمد الرفاعي أو الشيخ إبراهيم الدسوقي أو الشيخ أحمد البدوي بمصر وتلك النواحي. القواسم المشتركة، التصوف يدينون في أيضا زيارة المقابر، يعتقدون في زيارة المقابر، ويعتقدون في الطلب من الأولياء وقدسية الأولياء، وأن كما يقول الموالي لأهل البيت يا محمد يا علي يا فاطمة يا حسن يا حسين، صلوات الله عليهم، باعتبار أنهم وسيلة إلى الله عز وجل، وابتغوا إليه الوسيلة كما يقول القرآن الكريم، وهم الذين الله عز وجل تاب بأسمائهم على آدم عليه السلام. نعم، هم الكلمات والأسماء لاحت لآدم حين عز له الجواب. فأيضا التصوف ورجالات التصوف ينادون ويستغيثون يا شيخ عبد القادر، يا شيخ أحمد الرفاعي، يا حسن، يا حسين، إلى ما هنالك من الأسماء والأشخاص التي لها قدسية عند هؤلاء. وأيضا الصوفية أيضا ينتهجون موضع آخر من خلال التصوف، من خلال الطقوس، يتبركون بآثار الأنبياء وآثار الرسل، وهذا الشيء موجود في المذهب الشيعي، ويعتقدون بما يسمى الخرقة، وهي عبارة عن وصية متسلسلة من السلف إلى الخلف.
فهذه الطقوس حقيقة هي تعتبر مشتركة وتعتبر كما قلنا في بداية جواب السؤال بأن التصوف نتيجة لهذه القواسم المشتركة التصوف قريب من التشيع. نرجع إلى موضوع آخر. هناك رجالات من التصوف كان الفضل لأئمة أهل البيت عليهم السلام من خلال لتوبتهم، مثلا بشر الحافي الذي يعد عند العراقيين وخاصة المتصوفة يقولون بأن قبر بشر الحافي الترياق المجرب. نحن نعلم بأن بشر الحافي كان من الذين أسرفوا على أنفسهم، فتوجه العديد من أهالي بغداد آنذاك إلى الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه، قالوا له الحق شبابنا في شهر رمضان يأتون إلى منزل بشر الحافي، وكان منزل بشر الحافي يعج بالفجور والفسق وإلى ما هنالك. فالإمام صلوات الله عليه توجه إلى دار بشر الحافي لأجل الوعظ، طرق الباب وإذا بجارية، قال أين سيدك؟ قالت سيدي داخل المنزل. قال سيدك حر أم عبد؟ قالت بل حر. قال صدقتي لو كان عبد لاستحى من مولاه. أثرت هذه الكلمة بشر الحافي، ويقال بأنه خرج حافيا خلف الإمام موسى الكاظم عليه السلام وقال هل لي من توبة، وتاب على يد الإمام. أيضا شخصية أخرى، الشخصية هي شخصية معروف الكرخي، معروف الكرخي الذي هو بالأصل من رجالات التصوف ويعود أصوله إلى منطقة بلاد فارس. معروف ابن خربوذ الكرخي تاب على أيدي أولاد الإمام، كان من أصدقاء أولاد الإمام علي الرضا عليه السلام، سلام الله عليه، وله قدسية في التصوف وله قدسية في التشيع، حتى يذكرون بأنه بالتصوف أن أحد العرفاء شاهده في المنام فقال له ماذا فعل بك؟ قال عندما وضعوني في القبر، هكذا يرون المتصوفة يعني. سألوه الملائكة من ربك ومن نبيك ومن دينك، فقال كان يقول لهم معروف معروف معروف، فيقولون جاءه النداء دعوه فإنه في حضرتي معروف. يعني العلاقة حتى مثلا موضوع شقيق البلخي أيضا مع الإمام موسى الكاظم عليه السلام، والمعجزة التي شاهدها بأم عينه مع شقيق البلخي من جراء متابعته للإمام موسى الكاظم، ومعروفة هذه القضية في التاريخ الإسلامي. أحسنتم سماحة الشيخ، ذكرت قضية جدا مهمة حقيقة سماحة الشيخ، الطقوس الدينية اللي تذكر من قبل الصوفية، يذكرون الرسول الأكرم والإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وأيضا الحسن والحسين عليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام. حقيقة سؤال مهم أو نقطة نظام كما يسمونها سماحة الشيخ، كيف هي نظرة الصوفية لبيعة الغدير وإمامة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهل يعتقدون بخلافة الخلفاء الثلاثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يعتقدون بخلافة الخلفاء الثلاث. أولا الفكر الصوفي هو فكر يتبع مدرسة الصحابة، وثانيا ينتهج العقيدة الأشعرية. والصوفية إما أن يكونوا بمذهب الشافعي مثل الطريقة الرفاعية، أو يكون والطريقة النقشبندية، أو يكون مثلا بالطريقة القادرية لتنتهج مذهب المذهب الحنبلي. فالصوفية يعتقدون بخلافة الأول والثاني والثالث، وخلافة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ثم يتبعون كما ذكرنا السلسلة الخاصة بمشايخهم، ومن خلال توصل هذه السلسلة إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. أنا وقتي جدا ضيق، أطلع فاصل إن شاء الله، لكن قبل الفاصل إن شاء الله حيكون السؤال بعد الفاصل قضية يزيد والإمام الحسين، كيف هي النظرة الصوفية لقضية الإمام الحسين وثورة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أحباء المشاهدين فاصل ونواصل إن شاء الله.
حياكم الله أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، متواصلين معكم هذه الحلقة الخاصة حول الصوفية. حياكم الله سماحة الشيخ، حياك الله ضيفي الكريم الشيخ محمود العداي، حياكم الله مرة أخرى، الله يحفظكم. قبل لا نطلع فاصل سماحة الشيخ، ذكرنا حقيقة نظرة الصوفية إلى بيعة الغدير والإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نأتي إلى موضوع جدا مهم حقيقة، قضية ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه، كيف هي نظرة الصوفية إلى هذه الثورة العظيمة لسيد الشهداء سلام الله عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الصوفية بشكل عام يعني على درجة من المودة والمحبة لأهل بيت النبوة صلى الله عليه وآله، ولكن موضوع معاوية وما عمله تجاه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هناك تحفظات عند بعض الصوفية. يعني احنا انا كنت في مسجد من مساجد محافظة الحسكة، وسمعت من شخص بأنه في يوم من الأيام مفتي الحسكة صار يتكلم ويقول سيدنا معاوية ابن أبي سفيان قال كذا، فقام أحد الصوفية وقال له لعنة الله على معاوية ومن يترضى عليه. جميل جدا. وإذا تريد أن نفتح الدفاتر القديمة، فسكت هذا الشيخ. طبعا الشخص المتكلم هو السيد عبد الرحمن النامس. عبد الرحمن النامس نعم تكلم بهذا الكلام ونقله أكثر من شخص. موضوع يزيد لا يوجد أحد من الأمة الإسلامية تحب هذا الرجل أو تذكره بخير إلا الفرقة الضالة، الفرقة الوهابية للأسف الشديد حقيقة. يعني المتصوفة يعتبرون على درجة الوسطية والاعتدال في العالم الإسلامي، لا يريدون أن يخوضوا في أمور خلافية بأي شيء كان، لا بأمور الخلافة ولا بأمور الإمامة ولا بأمور، ولكن لرجالاتهم قدسية خاصة في أنفسهم، ولا يقبلون بأن تنزل هذه الدرجة لديهم إلى بأي سبب من الأسباب. نعم بارك الله بك. الله يحفظك سيدنا. سماحة الشيخ، موضوع الشعائر الحسينية، كيف هي نظرة الصوفية إلى الشعائر الحسينية؟ يعني الشيعة لما يطلعون المواكب الحسينية والعزاء على سيد الشهداء سلام الله عليه، هل الصوفية تؤيد هذا الشيء أم لا؟ مولانا الشعائر الحسينية بالنسبة إلى الصوفية، نعم يعني هذا الموضوع خاص بمذهب أهل البيت عليهم السلام، سلام الله. سواء كانت النظرة إيجابية أو النظرة سلبية، الشعائر نحن مستمرون بهذه الشعائر. نعم إن شاء الله، إن شاء الله تعالى، لأن الإمام الحسين قدم الغالي والنفيس. نعم. قدم نفسه وعياله وكل ما يملك لأجل الله سبحانه وتعالى. الصوفية عندما يبحثون عن الخلاص الفردي فهم يبحثون عن الحب، يريدون الحب الذي وصلهم إلى الله عز وجل. والإمام الحسين عليه السلام هو أساس هذه القاعدة، وهو القائل في المعركة تمثل هجرت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، ولو قطعتني بالحب إربا أو بالسيف إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. البيت عليهم السلام هم أساس الحب. الإمام الحسين هو خير رمز للصوفية أيضا. الإمام الحسين يعتبر الثورة، الثورة التي تحقق انتصار على الباطل لأجل أن نصل إلى الخلاص الفردي الذي يبحث عنه الصوفي، إلى النيرفانا الإلهية التي تبحث عن الاتصال بالإله عز وجل بعبودية مطلقة، بعبودية من قبل المخلوق إلى الخالق سبحانه وتعالى. وهم الذين يقولون الطرق إلى الخالق بعدد أنفاس، يقولون بهذه المقولة أيضا بعدد أنفاس الخلائق. الشعائر الحسينية هي التي تحفظ المذهب، الشعائر الحسينية هي التي تحفظ الدين، هي التي تحفظ كرامة الإنسان. لأن الإمام الحسين صلوات الله عليه عندما استشهد وكان هو الشهيد الحقيقي الأول الذي انتفض على الباطل لأجل أن يعيد دين جده محمد صلى الله عليه وآله إلى ما أنزل عليه، إلى ما كان، وهو القائل إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا، وإنما خرجت
بطلب الإصلاح في أمة جدي لكي أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. صحيح. الصوفية أيضا يريدون، الذي يريد أن يبحث عن المعروف وينهى عن المنكر فهذا باب الإمام الحسين عليه السلام، وهذا النهج الذي سلكه الإمام الحسين الذي يبحث عن الشهادة، فطريق الإمام الحسين هو الطريق المعبد للشهادة. حتى قال عنه أحد الشهراء: يا شهيدا أين منك الشهداء، ما نرى شخصك إلا أوحدا، إن دينا بالدماء قد صنته كاد أن يفنى وكنت المنجد. الله الله، جميل، أحسنتم سماحة الشيخ، طيب الله أنفاسكم، بارك الله بكم. نأتي حقيقة إلى سؤال جدا مهم أيضا سماحة الشيخ، وهو الفكر الوهابي طبعا ونظرة الفكر الوهابي حول التصوف. طبعا الفكر الوهابي اللي جاي نلاحظه حقيقة يكفر جميع المذاهب ويعتقدون أنهم هم الأمثل والأكمل. بالنسبة للفكر الوهابي ينظر إلى كل من يخالفه الرأي بالتكفير، وهذا التكفير يوصل إلى القتل. الصوفية كالشيعة لدى الوهابية لا فرق بينهما. لا إله إلا الله. نعم، وهذه أوسمة حقيقة تضع على صدور كل من يرى هذا الفكر بأنه مخالف، لأنه هذا الفكر يمثل نهج الشيطان، ويمثل نهج يزيد بن معاوية، ويمثل نهج الذين ذكرهم القرآن الكريم بالمنافقين. عندما يكفر هذا الفكر هذه الأمة ويحارب هذه الأمة ويستبد أكثر فأكثر، فنجد بأننا على الحق، لأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في حديث مروي بكتاب الأمالي قال: خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ذات يوم على مسجد الكوفة، فقام شخص وقال: الحكم لله ليس لك يا علي. قام رجل قال: الحكم لله ليس لك يا علي. والإمام مستمر بحديثه، فقام آخر وآخر. هنا الإمام قال: كلمة حق يراد بها باطل، ولكم عندنا ثلاث خصال: ألا نبدأكم بحرب حتى تبدأون به، وألا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، وألا نمنعكم مساجد الله أن تصلوا فيها. ولقد أخبرني الرسول الأمين عن الروح الأمين عن رب العالمين بأنه لن تخرج علينا فئة منكم قلت أو كثرت إلى يوم القيامة إلا كان حتفها على أيدينا، وخير الجهاد جهادكم، وخير المجاهدين من قتلكم، وخير الشهداء من قتلتموه. هذا الفكر الذي يكفر هذه الأمة. ونحن نتلقى الرواية: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم نفسه وعرضه وماله وحسابه على الله عز وجل. هذا الفكر فكر ضال، وفكر له أجندات خاصة، وحقيقة هو يكفر كل أصحاب الدعوات الباطنية والدعوات الإرفانية والدعوات الروحانية، ويفكر ويكفر كل المسلمين إلا من صفى إلى جانبه ونهج نهجه. ونحن نكرر مقولة الإمام الحسين عليه السلام: الموت لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. أحسنت حبيبي، الله بارك الله بكم سماحة الشيخ. أنا كان بودي أنه حقيقة أكثر إن شاء الله نتحدث عن الصوفية، ولكن للأسف الوقت يداهمنا دائما. بارك الله بكم سماحة الشيخ العزيز محمود العداي، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء، وشكرا لإعطائكم من وقتكم الثمين. بارك الله بكم. شكرا، أنا أتشرفت بكم. شكرا لقناة المهدي، وجزيل الشكر إلى المرجعية الرشيدة. أنقل سلامي وتحياتي من خلال قناتكم إلى سماحة المرجع آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي، الذي يعتبر أساس وركن أساسي في هذه المدرسة، المدرسة العظيمة، مدرسة السيد الشيرازي، ومن خلال هذه الحوزة العلمية المباركة. كل الشكر لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أنفاسكم شيخنا، بارك الله بكم. نعم أحبائي المشاهدين، أشكر حقيقة الأخوة القائمين على هذه الحوزة المباركة، الحوزة الزينبية، وأشكركم على حسن المتابعة، على أمل اللقاء بكم في برامج أخرى. تقبلوا تحياتي، أنا حسين الأمير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.